يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والمسلمون. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان والناس. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم ألا وهو القضاء والقدر، وبهذا نطرح مجموعة من الأسئلة: ما هو القضاء والقدر؟ وما الفرق بين القضاء والقدر؟ هل كل ما يحدث للإنسان مقدر له ومقضي له أيضاً؟ كل هذه الأسئلة سيجيبنا عليها الأستاذ عبد الله خجار. أهلا بك أستاذ. مرحبا بك. كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم ونشكركم على الاستضافة، ونحن في شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام أمين. وسائر الأعمال يا رب العالمين. شيخنا، قبل أن نتطرق إلى أنه كيف تكون الأمور مقدرة لنا وكيف تأتي عملية القضاء والقدر وما الفرق أيضا بين المصطلحين، أولا ما هو القضاء وما هو القدر؟ على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وإسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وعترته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤالك عن القضاء والقدر، يعني لو أننا تشعبنا فيه وتكلمنا فيه هو سؤال في العقيدة، ويجب علينا أن نبتدئ هذا السؤال بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل، وهو حديث طويل. لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء أو القدر خيره وشره. القضاء والقدر هو أن نعلم أن كل تصرفات العباد وكل حركاتنا وأفعالنا قد قدر في علم الله قبل أن نفعل هذا، قد قدره في اللوح المحفوظ. لأنه لو اقترنا اسم القضاء والقدر فهو يعني شيء واحد، ولكن لو فرقنا بين القضاء والقدر سنرى بعض التفصيلات. قيل أنه بالمثال يتضح المقال، فنعطي مثالا حتى نفرق للناس ما هو الفرق بين القضاء والقدر. قد يقضي الله عز وجل على الإنسان أن يصيبه بمرض، لأن ما في أحد منا أن يتمنى له بشي مرض، كاش يتمنى به أي مرض، فهذا قضاء من الله. الله عز وجل قضى على هذا الإنسان، على هذا الشخص أنه يمرض، هذا قضاء لأنه الإنسان ما عندوش دخل فيه، فهذا قضاء من الله عز وجل. من هذا التفصيل، من هذا الباب. أما القدر، هذا الإنسان لما يمرض ماذا يفعل؟ ولا بد أنه يشوف الطبيب، يذهب إلى المستشفى، المستشفى يشوف الطبيب، يأتي بالدواء حتى يعني يتخذ الأسباب الشفاء. الإنسان لما يتخذ الأسباب هذا يسمى قدر، لأن الله عز وجل قدر له في علمه أنه سيمرض، هذا قضاء من الله، وقدر له أنه يروح للمستشفى حتى يبحث عن وسائل العلاج والشفاء. القضاء والقدر يجب علينا نحن كمسلمون أن نؤمن به، وكذا الإنسان عليه أن يرضى بما قسم الله له. كيف لنا أن نرضى بهكذا قضاء؟ أنا دائما يعني في دروسي أعطي أمثلة، أن كما قيل بالمثال يتضح المقال. لو أننا نأتي على قصة يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام لما ألقي في غيابات الجب، ألقاه إخوته، والقصة يعني معروفة للجميع، الناس يعرفها. لو أن كنا في مكان يوسف عليه السلام، وش نبحث أنا؟ راني دخل البير، وش نبحث؟ نبحث أني نخرج من البير أكيد، ويرجع إلى أبيه يعقوب عليه أكيد. السلام، هذا ما كان يبحث يوسف عليه السلام. ولكن قضى الله أنه تأتي سيارة وتأخذه، تبيعه، تشريه هكا، ويولي خدم عبيد عند العزيز. بعدين يدخل السجن، هذا كله من قضاء الله. بعد السجن ماذا حدث يوسف عليه السلام؟ أصبح عزيز مصر، أصبح مالك مصر. يعني الله عز وجل لو أنه الإنسان هو اللي يتحكم في القضاء نتاعه، يعني يختار يعني وش يحب هو، كان يخرج من البير يروح عند بابه وتنتهي الحكاية هنا. ولكن الله عز وجل، مقادير الله عز وجل. فلهذا على المؤمن، هذه سنأخذها قاعدة في الحياة، على المؤمن أن يحسن الظن بالله، حسن الظن بالله، عليه أن يحسن الظن بالله.
قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل يعني غني عن تعذيبنا، فيقضي علينا بالخير والشر. قال الله: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طيب كل شيء تفضل. طيب شيخنا، نود فقط أن نوضح أمرين ما. هل كل ما يحدث لنا هو قضاء وقدر؟ بطبيعة الله، بطبيعة الحال، أنه كل ما يحدث للإنسان قد قضاه الله عليه، لأن الله عز وجل قد كتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يلد الإنسان، قبل أن يخلق الخلق. لما خلق القلم أول ما خلق الله قال أكتب، قال أكتب مقادير الناس. قال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الناس. قال الله من سورة ياسين: إنا سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء الآن هذا الحصة اللي رانا هنا قد قضاها الله وقدرها في علمه الأزلي، والآن إحنا نعمل فيها الآن. يعني كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ أنه هذا حنديروا هذه الحصة هذه، والآن إحنا رانا نديروا فيها. ولكن هذا العلم كان عند في علم غيب عند الله عز وجل، إحنا ما نجوش ندخلوا فيه. ويسوقني هذا الحديث إلى أنه بعض الناس، ربما أنا سأطرح هذا السؤال سأجيب عليه، أنه بعض الناس يقول لك: بما أنه كل شيء راه مقضي، أنا راني عليك ندير الذنوب، لأن الله عز وجل كتب علي الذنوب. أكيد طبعاً. لربما الإنسان يسأل هذا السؤال، وربما سألت هذا السؤال في نفسك. أكيد. تقولي: كيف أنا بما أنه هذا الأمر قد قضاه الله عز وجل علي، وحتى منزلتنا في الجنة هاي مقضية خلاص. مقضية، يقول لك أنا كل أمور مقضية ومقدرة. كل أمور مقضية ومقدرة. لماذا أتعب نفسي وأعمل ونعم؟ هذا بعض الناس يعني يطرح هذا السؤال، طبعاً. يقول لك: أنا ملك، أنا نعصي في رب العالمين، ربي كتب لي باش نعصيه. هذا السؤال. بما أنه كل أمور مقدرة. بارك الله. هذا يسوقنا إلى أن أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما موسى عليه السلام حاج آدم عليه السلام، الله عز وجل لما مسح على ظهر آدم فأخرج له ذريته، موسى عليه السلام تكلم مع آدم، قال له: يا آدم عليه السلام، في معنى الحديث حتى لا أطيل على الإخوة، يعني كنت سبب في إخراجنا من الجنة، انتهى والسبب اللي خرجنا من الجنة، لولا أنك ما أكلتش من الشجرة هذيك احنا رانا في كلنا رانا في الجنة، في الجنة. نعم، في الجنة. فماذا قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام في الحديث الصحيح؟ أنه قال له أن الله عز وجل لما خلق القلم، كما تعلمين أن موسى عليه السلام قد أنزلت عليه التوراة. أكيد طبعا. قال: ماذا قال الله في التوراة قبل أن يخلق آدم؟ فقال له موسى عليه السلام، يعني قد كتبت في التوراة أن آدم عليه السلام سيعصي الله ويأكل من تلكم الشجرة. فحاجه قال: كيف لي أن أغير قدر الله؟ قدر الله، رب العالمين قدر علي أني سأكل من تلك الشجرة. هذه من ناحية. إيش فيع الأمر هذا؟ عندك أكيد من مسجلات. نعم، أنا مسجل الفكرة. صح. نفس السياق روح الفكرة ثانية. إبليس كذلك قد حاج الله عز وجل لما أمره أن يسجد لآدم. نعم. لم يسجد له. لم يسجد، رفض. فماذا قال الله في محكم التنزيه؟ قال: فبما أغويتني، قدرت علي باش ما نسجدش لآدم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دوكا عندنا أمرين. آدم عليه السلام وإبليس. آدم عليه السلام ماذا فعل؟ لما عصى الله عز وجل، واش دار آدم؟ واش دار؟ قد تاب إلى الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. آدم تاب، قدر الله عز وجل له المعصية ثم تاب منها. إبليس لما عصى الله عز وجل هل تاب من معصيته؟ لم يتب، بل قال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني تماطل في 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 في, في الآثام وتواعد. هنا نقول للناس حقيقة: السيئات قد قدرها الله لنا. الإنسان قبل ما يعمل السيئة ما عملهاش، ما يقولش بلي انا خلاص ربي حيقدرني نعمل سيئه. احنا نقولوا كما قال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الى صح لك عارف بلي غدوه حدير السيئه، اعطينا الدليل. بصح لما راكش عارف، فإلا ارتكبت سيئه، راك درت هذاك الاثم ولا هذاك الامر، حقيقه ان انا اقول لك قد قدر الله لك على هذا الامر. واش دير؟ انا النتيجه تكون اما انك تتخذ طريق ادم عليه السلام، الطريقه الادميه، انك تتوب من تلكم السيئه
وهذا هو الأصح وهذا هو الأحق. هذا هو الأحق والأصح. أو أنك تتخذ الطريقة الإبليسية أنك تتمادى في السيئات وهذا هو الخطأ. طريقة خطأ. شيخنا، هناك فقط سؤال طرحه المشاهدون. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. نعم. علما أن القضاء والقدر من الله، يعني خير. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، سئل الشافعي فقال: أيهما خير للإنسان، أن يبتلى أو أن يمكن؟ قال الشافعي: لا يمكن الإنسان حتى يبتلى. الأنبياء والمرسلين بلغوا هذه الدرجات العلى من الفضل حتى أبتليوا، كل أبتلي في إيمانه طبعا. إبراهيم عليه السلام في ولده، المهم حتى لا نخوض فيها. فالله عز وجل لما يقضي علينا سواء كان بالخير أو بالشر، يقول في محكم التنزيل من سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان خلق في كبد، خلق في صعوبة. فالإنسان لما يأتيه أمر سواء، لأنه بالخير الكل يرضى، الله عز وجل يسقك بالخير، ما كاش يقول على الجميع راضي هنا، يبقى فقط الإنسان لما يسق الله بالخير يأتي الشكر. يعني حنروحوا لأمر آخر. أما الإشكال أين يكمن؟ يكمن في المصيبة. الإنسان لما تنزل بمصيبة أو أمر كما هذا من هذا القبيل، فنقول له هناك أربع مراتب. نعم. أما المرتبة الأولى فهو أن يجزع، يعني لا يرضى بقضاء الله وقدره، فهذا محرم وهذا لا يجوز. الإنسان يرضى بما قسم الله له. المرتبة الثانية وهو الصبر، أن يصبر على هذا، وهو واجب. نعم. واجب على الإنسان أن يصبر بما قدره الله له. أكيد. المرتبة الثالثة وهو أن يرضى، الرضا، يعني فوق الصبر، يصبر ولكنه راض بما قسمه الله له. الصبر بالرضا. الصبر بالرضا. وأعلى المراتب هي الشكر، تشكر الله عز وجل، تشكر الله عز وجل على، وتحمد الله عز وجل على هذا الابتلاء الذي أصيبت به. شيخنا، كما قلنا هناك القضاء والقدر فيه مراتب. نعم. أربعة. الإنسان يجب أولا الجزع، لا ليس يجب، احنا نقول في هذا الترتيب، هذا اللي رتبناه. نعم. إما أن يجزع لأنه لا يرضى. نعم. ولا يصبر، وهذا محرم، هذا لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا، لا يجوز. المرتبة الثانية هو أن يصبر. يصبر. الإنسان قد يصاب في ولده، قد يصاب في ماله، قد يصاب في عمله، يقول يصبر. يصبر. وفقط. ولكن يعني في قلبه حسرة. حسرة. هذا هو الواجب. ثم الرضا. الرضا هو أفضل. يعلم أن الله عز وجل، الإنسان لو يحسن الظن بالله عز وجل. قال الله عز وجل في محكم التنزيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وش معناتها فهو حسبه؟ احنا لو كان نقولوا مثلا عندنا رئيس ولا مالك يقول لك، يخبط يده على صدره ويقول لك شوف انا راك تحت حمايتي، كيفاش تكون انت؟ كيفاش تكوني انت؟ تكوني مرتاحة البال، تقولي هذا الانسان هو عنده شخصية مرموقة، راني تحت حمايتي، فما بالك ان الله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله كفيلك. نعم. فهذه المرتبة الثالثة. اما المرتبة الأخيرة هي الشكر، هي الشكر، انك تشكر بما قسم الله لك وتعلم ان كل هذا كان قدرا مقدورا من عند الله عز وجل. طيب شيخنا، اخر سؤال هو مهم جدا، يعني للمشاهدين والمشاهدات هنا راح يركزوا معك. تفضل. طبعا شيخنا تقول لك انا مقدر لي انه بمرض مثلا او في مال او في، نعم، في الجسد او، نعم، حتى في العمل، كيف لي ان اصبر وارضى ثم اشكر الله؟ كيف طريقه؟ شوف هذا الامر، هذا احنا قلنا الانسان لما يبتلى بهذه الامور، بهذه المصائب، عليه اول شيء ان يحسن الظن بالله. ما يكفيش مثلا ناخذ مثال، انسان يمرض يقول باللي بالك ربي يشفيني، ان شاء الله ربي يشفيني، هذه نبحثوا على الرحمه، الله عز وجل يرحمك، الله عز وجل. ولكن حتى اي شخص لو كان يشوف هذا المريض يرحمه، تتاكد في واحد مريض ترحميه ولا ما ترحميش؟ اكيد، فما بالك يعني. ولكن هل تستطيعين ان تغيري حاله؟ تقدري تغيري الحال تاعه؟ ما تقدرش، مستحيل. فكذلك المبتلى يجب عليه ان يعلم أن الله قبل أن يعلمه أنه رحيم، يجب عليه أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، وبهذا نختم حلقتنا لنهار اليوم. أشكركم على حسن الإصغاء وطيب المتابعة، والسلام عليكم.